في استادات الناس فيها لذيذة وفي استادات الناس فيها رخمة. عارفة في ايه؟ المفروض الاوف سايد بسيط يعني. ازيكم يا رزيعة في رزع البلوجز. انا مش عارفة هو المفروض يبقى اسمها رزع البلوجز ولا دي حاجة انا ألفتها ومفروض تبقى اسمها رزع اوروبا، بس ما علينا. رزع البلوجز وحشتوني قوي قوي قوي، بعد الايام ان انا ارجع اعمل البلوجز تاني، فيا رب اول بلوج في الموسم تتبسطوا. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفتحوا جرس التنبيهات، ودايما في الكومنتس تقولوا لي عايزين تشوفوا ايه، ويلا بينا. هركب دلوقتي تاني قطر. النهارده بقى هي المشكله ان في اضرابات في الدكتوره كلها، هما طبعا هنا بيقولوا قبلها بقى بحبه ان هيبقى في اضراب، بس في اضرابات. وانا طبعا مسافره لاستر بالقطر واول مره اسافر لاستر بالقطر، فقلقانه شويه. بس انا دلوقتي على تاني قطر، بعدين هركب بقى تقريبا قطرين كمان وهفضل اقول لكم بقى ايه اللي بيحصل. بس لحد دلوقتي القطوره موجوده بس هي زحمه. هوريكم دلوقتي القطر اللي انا عليه اهو، وده التواليت، بعدين بنفتح الباب ونخش القطر. استنوا هوريكم درجة أولى. هو درجة أولى، مفيش إنسان في درجة أولى. معرفش بقى ده يبين إيه. القطر فيه واي فاي وفيه بقى ممكن تشحن موبايلك وتعمل كل حاجة وبس. اوكي، وانا طالعه القطر كنا بنتكلم مع ناس، بعدين لقينا مشجع او واحد انجليزي عارف كميه، او مش كميه لعيبه بس عارف لعيبه مصريين، فاجئوني. فانا دلوقتي هساله مين المصريين اللي هو عارفهم وهو هيقول لكم. So which Egyptian players do you know? Obviously everybody knows Mo Salah. Yeah. But Mido was a genius. A genius Egyptian footballer. Hassan Gali. That one was surprising. Yeah, yeah. And then you reminded me of Amr Zaki. Yeah. Wigan. The Wigan legend. Yeah. One hit wonder. But... Exactly. The Egyptians have potential. Just give them the ball and they'll surprise everyone. You wanted to ask me something. Yes, yeah, so I'm from Ireland. I want to know if you know any Irish footballers. Doherty is from Ireland, right? Yes. Yeah, Matt Doherty? Matt Doherty, yeah. Yes. Duffy from Ireland? Duffy as well, playing excellent. That's pretty good. Yeah. I'm Thank quite impressed. You. Roy Keane. Yeah. So Ahmed, yeah, Roy he told Keane me Roy Robbie Keane. Keane. Of course, yeah. الحمد لله الموضوع ما كانش مأساة. السبب ان يعني عادة الكوميونيتي شيلد النهائي بتاعها بيتلعب في ويمبلي، بس السنة دي طبعا عشان في يوروز البنات يوم الحد النهائي بتاعها في ويمبلي فنقلوها للاستر، وطبعا لاستر هم اللي كسبوا البطولة السنة اللي فاتت، بس دي صدفة يعني. في ارسنال قدموا ان هم يعملوا الماتش عندهم بس خسروا، واللي كسب هو كينج باور ستاديوم، فالاول مرة هروح دلوقتي كينج باور ستاديوم. وهحكي لكم برضو، اكيد كتير منكم فاكرين ان البطولة دي اسمها الدرع الخيرية، وهو فعلا ده كان اسمها، بس غيروه عشان في سنة من السنين اتأخروا في ان هم يقولوا ايه المؤسسات الخيرية اللي اتبرعوا بالفلوس. فقالوا لهم لا يا عم، انتوا بتقولوا ان انتوا خيريين وانتوا ما قلتولناش وزعتوا كام جنيه على كل مؤسسه خيريه، فغيروها وسموها الكوميونتي شيل، يعني درع اجتماعي مثلا، وبيوزعوا برضو فلوس على مؤسسات خيريه كتير قوي، بس برضو بيوزعوا شويه فلوس على حاجات في الكوميونتيز. كل الفرق اللي شاركت في الاف اي كاب من اوله خالص 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 بياخدوا فلوس، وهم اللي يتبرعوا بيها المؤسسات حواليهم للمجتمع بتاعهم وكده. معترضوش قوي عشان المره اللي فاتت لما كان في ويمبلي كان في اضراب فتعبوا قوي عشان يوصلوا، فطبعا ليستر اقرب لليفربول ومانشستر فما كانش عندهم اي مشكله، فالجميع مبسوط. وهي ليستر مش بعيده عن لندن يعني، احنا القطر كان ساعه، فان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه. بدور بقى على شنطه عشان هو كل الاستادات بتقول لك ان لازم الشنطه تبقى اصغر من مقاس الاي 4، وانا ما عنديش شنطه اصغر من مقاس الاي 4 تشيل بقى العلم وتشيل لو هياخد معايا اكل او حاجه، فانا بقى بدور على شنطه تبقى اصغر من مقاس الاي 4 عشان الماتشات، يعني كل حاجة في حياتي تدور حوالين حضور المباريات.
اقول بس حاجه، هو احنا طلعنا بره لندن ساعه بالظبط، القطر ساعه، فرق الاسعار لا يقارن. لندن دي غاليه بطريقه يعني بجد، الفرق الاسعار اكتر من 50% في كل حاجه بجد. مدينة صغننة قوي، ما فيهاش حاجات قوي تتعمل، او يعني ما اعرفش بصراحة، ما ادتهاش فرصة قوي، بس هي هادية قوي يعني. يوم السبت في الصيف في لندن مش هتبقى عاملة كده، بس هي بجد المدينة كلها هادية جدا. قابلت مصريين بيتفرجوا على ارزا، ايه توقعك للماتش؟ 2-1. ومين هيجيب جوان؟ ليفربول. 2-2 وبنالتيز. مين هيكسب البنالتيز؟ لليفربول يعني، كله متوقع ليفربول. 1-1. ومين هيجيب الاجوان؟ صلاح ومحرز. اوكي، تبع جوان عربيه 100%. قابلت ناس تانية بتتفرج على ارزا، ايه توقعاتكم للماتش؟ الستاد بتاع برايتون والستاد بتاع ليستر، تلات ارباع الناس اللي اتعاملت معاهم غلسين، مش عارفه بقى ده حظي ولا ايه الحكايه، بس معرفش ليه حظي واحد. طبعا هو استاد صغير مش استاد كبير.
الموضوع مطول قوي مش عارفه في ايه، المفروض الاوف سايد بسيط بتحبوها. فما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفتحوا جرس التنبيهات. انا عارفه ان انتوا مش شايفيني بس مش مشكله، وكفايه رزق قوي لحد كده.